هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم نلعب بيك اكس تي. اليوم جماعة بهذا المقطع نتكلم عن تحديث الكريسماس ومتى موعده. سو جماعة هلا راح ادخل بالموضوع على طول. هلا يمكن اتوقع كلكم متذكرين انه الاسبوع الماضي كان في ايميل وصل يوم الاثنين، فكان بيتكلم الايميل يا جماعة عن تحديث راح يجي اللي هو تحديث الانمي، تمام؟ ضمن هذا الايميل اللي هو تبع ايميل الانمي يا جماعة، كانوا بالقسم الاول كاتبين انه في كثير ناس كانت بتوقع انه يجي بدل تحديث الانمي يجي تحديث رأس السنة او الكريسماس، بس يا جماعة اجي تحديث الانمي. فكانوا كاتبين انه بعد نهاية تحديث الانمي، يعني بعد ما خلص تحديث الانمي رح يجي تحديث الكريسماس يا جماعة او عيد رأس السنة. فيعني كان بيك اكس تي عطيتنا الموعد، تمام؟ هلا ما في موعد رسمي حاليا، بس انه عطيتنا انه الموعد زي ما احكيكم انه ايش هو اللي رح يجي، تمام؟ فهلا يا جماعه صرنا نعرف متى رح يجي تحديث الكريسماس اللي هو انه بعد ما خلص تحديث الانمي. فجماعه هلا في توقع زي هيك، السنه الماضيه نزل تحديث الكريسماس، يعني ما اتذكر متى بالضبط، بس انه كان توقع بين تواريخ 15 ل 20 ديسمبر يا جماعه زي هيك يعني، بس ما اتذكر تماما، بس انه بين هاي التواريخ كان نازل التحديث اتذكر هيك يعني. فاحتمال يا جماعه هلا تحديث الانمي يصير مثل يعني موعده مثل كل تحديث انه يضل اسبوعين وبعدين يروح. فاحتمال 15 الشهر الجاي يكون التحديث الجاي واصل اللي هو تحديث كريسمس يا جماعه. زائد هيك هلا اذا شفتوا انهم شايلين البرج هون، فيا جماعه هلا بيك اكس تي شالت البرج وحطت بداله مكان انشاءات، فبس تعرفوا انه بيك اكس حطت زي هيك اشي بالمدينة، فاعرفوا انه في شيء خرافي رح يجي يا جماعة، خصوصا هلا حاليا تحديث الكريسماس هو اللي رح يجي كمان، فاكيد البرج رح يكون خرافي كتير. الصراحة انا كتير متحمسة اشوف المدينة كيف حتتغير بتحديث القادم يا جماعة اللي هو تحديث الكريسماس. انتو كمان اكتبوا لي تحت توقعاتكم يا جماعة بالتعليقات ايش تتوقعوا البرج رح يكون، كيف شكله، وكمان تحديث الكريسماس هل رح يضيف اشياء جديدة او لا. بس يا جماعة هذا كان مقطع اليوم، اتمنى عجبكم، بس اشوفكم مقطع جديد، سلام.